كتير من الجماهير ما يعرفش انك كنت هتلعب خلاص في الدوري الالماني، بل كمان سافرت فتره معايشه. عايزين نعرف ايه اللي حصل وليه ما تمش الموضوع. مفيش والله، يمكن الموضوع من الاول كان في رفض طبعا من النادي الاهلي، كان ساعتها مستر مانويل، فانا يمكن كنت لسه صغير، كان نفسي اخد المرحله ديت، فيمكن ضغطت ولحد الحمد لله رحت سافرت وقعدت معاهم معايشه هناك، قعدت حوالي 5 ايام. يمكن الحمد لله الناس رحبوا جدا، واللي هو خلاص انت معانا وعايز ايه. يمكن اللي بوظ الموضوع انا كنت طالع مع وكيل من هنا من مصر، تمام، فلما رحت هناك وقعدت معاهم فراح داخل، انت عارفه الاجانب وكده ما بيحبوش يعني العك بمعنى اصح يعني فلقوا بقى ناس بتخش وكلة تانية وبتاع، فراح موقفين ده الموضوع بس بسبب كده، ان دخل اكتر من وكيل في الموضوع. لكن هناك الناس والله يعني خلاص اللي هو اصلا قعدت معاهم وانت خلاص انت مبسوط معانا والنادي هنا مرتاح فيه وكده. يمكن بعد ما رجعت مصر زي ما بقول لك بقى دخل وكلة في الموضوع من هناك ومن هنا، فبوظوا الموضوع يعني الوكلاء هم اللي بوظوا الدنيا. والله يمكن ده اللي بوظ الموضوع. وفي الاول وفي الاخر زي ما انت عارفه نصيب يعني، طبعا كله في بالظبط كده. يمكن اكيد الواحد ما كانش ليه خير هناك وما فيش رزق يعني الحمد لله. هنرجع تاني لرمضان، ايه الفرق ما بين طقوس رمضان في الناشئين والفريق الاول؟ بص، في الناشئين كنا احنا صغيرين، فكنا الماتشات عندنا واحنا صغيرين كنا بنلعب الصبح بدري يعني الصبح، ولاما كان بيبقى في ساعات ناخد شهر رمضان اجازه عشان الصيام وكده، بس كان في فترات من اللي انا كنت موجود فيها 14 15 سنه كنا بنلعب الساعه 10 الصبح، فكان كل يوم جمعه، فطبعا كان صعب جدا خصوصا اللي انت كنت بتبقي صايمه، وكنا بنتمرن كمان في قبل الفطار. لكن المختلف في الفريق الاول لا، ان انت بتلعبي بعد الفطار، وطبعا التمرين بيبقى متاخر، ويا دوبك تخلصي التمرين تروحي تتسحري يعني عارفه انت الوقت بيبقى فكل يعني كل وقت وكان ليه النظام بتاعه يعني، الناشئين ليه اللي هو بالنهار، وفي الفريق الاول اللي هو الوقت بالليل يعني، كان ده الفرق ما بينهم يعني.